صباح النور يا مختار. ها نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو؟ حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش انا تعبت معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجه، بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركه وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا وما تتحركيش، لو حصل اي حاجه تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل ايه؟ الصوت ده مش هقعد. راح فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست بس هينفع. خش جوه احمد. ايوه بس تعالى نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبة لازم اقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمة ولازم اكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوة بتاع بولا. ايه في ايه؟ يا باشا عايز اقابل الست ومش عايزين يدخلوني. انت مين وعايز ايه؟ يا باشا في مصيبة، اختها في المستشفى بين الحياة والموت ولازم تشوفها. وانما مدام قولي قولي العسلية ان انا عايز اقابل. ايه ده؟ عسلية؟ عسلية؟ عسليه عايز اقول لك حاجه. عسليه سيبوني اكلم عسليه اقول لها حاجه. طيب في ايه يا عطوة؟ علي علي قتل راشد وشوه وش في تون وهرب. انت قلت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروح في حته دلوقتي خالص، لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعال تعال. حاضر يا باشا. قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جاره من زمان. وايه اللي حصل؟ هي وشها تشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والام انا ما قبضوا عليها على السلم وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر يا باشا. نفهم بس. اتفضل. حاضر يا باشا. يا فندم دلوقتي عندها صدمة عصبية، عموما ناديتها منوم قوي، لازم بس نستنى شوية على ما تهدى وتنسى اللي حصل لها. طب هي ما قالتش أي حاجة جديدة؟ لا خالص، كل اللي على لسانها إن اللي عمل كده واحد اسمه علي، الراجل ده تقريبا كده جوزها. ماشي يا دكتور شكرا. يلا يا ابني خليك أنت. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. أنا مش فاهمة بتقولي إيه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا أنا مش فاهمة بتتكلمي على إيه خالص. أنا جايلك برسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة إنكوا عملتوا لي جميلة مش هنساها لكم عمري. أنا النهاردة خلصت من أكتر واحد بكرهه في حياتي اسمه راشد. أنا مش فاهمة تتكلمي على إيه. مش مهم مش مهم تفهمي. أنا جاي النهاردة أعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لك في حسابك في البنك ونسيب لك الفيلا دي كلها فوق. 100 مليون حلوين بتوع إيه دول؟ مقابل الشركة. تصدقي ان انا فعلا كنت عايزه تنزلكوا عن الشركه بعد ما مراد مات، بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه وكان زعلان منهم قوي. اما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في انانيتك وشرك. وانت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه. طب بص ما اقولك، انا جه عليا وقت كنت متصاحبه على حربايه، حربايه من اللي بتلونوا دول. عارفه علمتني ايه؟ سأليني ايه؟ ايه؟ علمتني ازاي اتعامل مع الاشكال اللي زيك.
اطلعي بره. استني. من بكره المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. حقيقة سامح، أنا لسه خارجة من عندها حالا، كل حاجة باظت. عرفت إن إحنا أجرنا حد عشان يقتلها. طلعت تعرفه؟ معرفش. بقول لك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي إحنا عملناه. لا 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 لا، إنساني أم أوت، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده. أنتوا الاتنين قاعدين برا وسايبيني أنا في وش المدفع. وبعدين في الأول وفي الآخر مش هاخد حاجة من أخويا الله يرحمه. ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها، اوكي؟ يلا باي. ايهاب، انت مش متخيل انا زعجت قد ايه من اللي حصل لفتون. الحقيقة أنا ما عرفتش التفاصيل. أنا كل اللي عرفته إن راشد اتقتل وإن هي اتصابت جامد. بنت اتكلمت. أنا بنفسي بعت حد يسأل عليها. ياه، هل الدرجة دي حضرتك مهتم بالبنت اللي اسمها فتون دي؟ عجباني قوي يا إيهاب. كانت عجباني قوي. وبصراحة بقى انبسطت قوي لما وشها بس هو اللي باظ. بس جسمها زي ما هو. ما تزوقيني يا ماما. هوامي يا ماما. رايحة فين؟ مالكش دعوة. رايحة فين؟ اهدي يا ماما. اهدي بس. هوامي يا ماما. قولي لي عايزة اهدي. اهدي عشان نطمن على الجروح اللي في وشك. اهدي. داريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. اهدي بقى، اهدي بقى. مش قادرة. ازيك دلوقتي يا فتون؟ سامعني كويس؟ زي الفل، سامعاك وكله تمام. هو عادل جوزك اللي عمل فيكي كده؟ أنا جوزي ما اسموش عادل، أنا جوزي اسمه روي. أجدع فتوة فيك يا بني، حالي روي. أمال عادل فكري اللي اتقتل ده يقرب لك إيه؟ قلت ما اسموش عادل، يبقى جوز أختي عسلية. بس هي بقى سابته وهربت. مين اللي قتل عادل يا فتون؟ اسمه راشد. راشد الباشا بقى ضربه بطاقه. اصل هو قتل الونش لما علي جوزي دخل السجن. بس انا هصالحه، اصل علي ده حبيبي. أنا هو بنحب بعض طول العمر. أو النعمة لا هو يقدر يستغنى عني ولا أنا أقدر أستغنى عنه أبدا. اهدي اهدي، أعتقد إنها مش عارفة هي بتقول إيه أصلا. هو حضرتك مين؟ أنت تعرفيها؟ أعرفها، كانت بتشتغل عندي خدامة. غريبة قوي حسيتها أول ما شفتها يا مختار. أول حاجة جت في دماغي إنه ربنا انتقمني منها. وأكتر حاجة رعبتني إن أنا كنت مبسوطة إن أنا شايفاها بالمنظر ده. بس
في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على أختي الكبيرة، وما كنتش عايزة أشوفها بالمنظر ده. تعرف إن أنا وفتون كنا شبه بعض، بس دلوقتي خلاص. معلش، الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها دي صعبة، ناس كتير زي أختك مش عارفين ويغلطوا كل غلطة والتانية يتحاسبوا عليها ويتعوروا. مش قصدي على اللي حصل في وشها طبعا، قصدي على روحها اللي اتحرقت. فتون ما اختارتش اللي حصل لها زيي بالظبط. متهيألي إن احنا اتولدنا في الدنيا دي عشان ننفذ اللي مكتوب لنا وبس، وكأنه في خط اترسم لنا على الأرض عشان نمشي عليه ونوصل وخلاص ويحصل. هو في خط مرسوم لنا على الأرض ولازم نمشي عليه، بس كل واحد فينا بيوصل ميدان ولازم يختار، وعشان كده كل واحد فينا بيتحاسب. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟ لو ما كنتش جيتي النهارده كنت هجيلك لحد البيت. في عقود مهمه جدا لشركه الاسانسيرات ومصنع رخام لازم تمضيهم. معلش يا استاذ عبد الحميد، انا الفتره دي تعبانه ومش مركزه في الشغل، عندي شويه مشاكل. لو في اي قرارات في الشركه مختار هو اللي هيمضي، هو المسؤول من هنا ورايح عن الشركه لغايه ما اخلص المشاكل اللي عندي. تعالى يا استاذ عبد الحميد. على اذنك يا دكتور. انا عايز اجتماع اللجنه الهندسيه يكون النهارده لو سمحت، وكل التفاصيل